راديو نيل. عايزة اروح كمان لعلاقة حضرتك بابنك، وبرضو انا بقيسها بمعيار اللي بنشوفه على السوشيال ميديا من متابعينك وجماهيرك الكتير، العالم كله يعني بيتابع الاستاذ صبري العالم العربي الحقيقة. فخليني اشوف الصور مثلا اللي بينكم، الحواديت اللي بينك وبينه، نمط تربية برضو مختلف. هل اقدر اقول ان ده شوية بتركز فيه بجانب البناء الثقة، ولا بجانب ان كبر ابنك خويه زي ما بنقول كده؟ هو من بدري، مش لما كبر، انا من بدري، وجزء انا كنت بساعده فيه وجزء هو صنعه لنفسه الصراحه. يعني من هو عنده 5 سنين ونص مره باختلفنا في حاجه كده، فبقول له قصدك كذا، وقلت حاجه عكس اللي هو عايزها، فما كلمنيش انه لا انا قصدي كذا، رد عليه رد تاني خلاني اتعظم سلامه ومحترم نفسي من ساعتها، رغم انه كان 5 سنين ونص ساعتها. قال لي قصدي انا اللي اقوله. هو خد قراره وبيحدد لنفسه اللي هو عايزه، فخلاص انا عرفت يعني. ومرت ليام سنة من السنين كده وهو في ثانوي، كل المدرسة فيها مشكلة ضخمة علشان عايزين ينقلوا عند مستر فلان، وابني عند مستر فلان ده يعني، وعايز يروح الناحية التانية. فانا استغربت، كل الطلبة رايحين للأستاذ فلان، وابني الوحيد اللي عند أستاذ فلان فعلا مش يعني، بس هو عايز يروح العلان. فبقول له انت ليه كده، ايه الغريب ده والناس كلها؟ قال لي عشان استاذ فلان ده اللي معاه بينجح يعني. قلت طب ما ده كويس. قال لي التاني بيعلم، انا عايز اعرف انجح. انا مش محتاج حد ينجحني، انا عايز حد يعلمني. اللي بيفكر نظريه التعلم كدا، اللي يفكر كده مش محتاج بقى تعمل له اعمل وخلي، لا هو عنده ذات وعنده شخصيه بيختارها من صغره. فبقينا اصحاب، بقينا اصحاب واصدقاء، واثق في رايه تماما يعني، واقعد اناقش الحاجات اللي محتاج اتكلم مع حد قريب مني فيها بتكلم معاه هو. يعني في اي مجال، في الشغل او بره الشغل وفي الحياه العاديه بتكلم مع مروان. قريت حاجه حلوه جدا وحابب احكي مع حد فيها بتكلم مروان. يعني حاجه عالميه انا مش متابعها هو، فاقول له في كذا فعلا، في فهو اللي يديني المعلومه. ممكن يشارك في اختيار الادوار معك؟ لا، ما حدش بيشارك في اختيار الادوار معك. ما بتناقشوش في حته في عمل محيرني؟ نتكلم، لكن انا اللي بختار، لان انا ادرى بالمهنه وكواليسها من اي حد.